آثار للأعمال التاريخية تقدم جواهر الأدب لقضاء أجمل الإرب ولبلوغ أعلى الرتب مع كريم الأخبار وعذب الأشعار. برنامج جواهر الأدب يصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات جواهر الأدب. لا شك أن الوقوف مع العربي وأخبارهم وأحوالهم من أهم الأشياء التي ينبغي العناية بها، لأنها تمثل ماضينا نحن العرب، وتعكس كثيرا من الأخلاق والعادات والتقاليد التي ما زال كثير منها مستمرا إلى يومنا هذا. وأيضا فإن كثيرا من هذه العادات والتقاليد قد تكون مخالفة للإسلام، فجاء الإسلام ليمحوها وينسخها ويزيل آثارها ويعارضها وينشئ غيرها مما ينبغي العمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن من هم العرب؟ وما هي أقسامهم؟ وما هي أحوالهم؟ وما هي أخبارهم؟ لا شك أن الوقوف مع هذا يعد متمما لما نحن فيه من جواهر الأدب. فالعرب ديوانهم الشعر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشعر ديوان العرب. وأخبارهم وأحوالهم تعد مدارس ينبغي لكل واحد منا أن يدخلها فيأخذ منها العبرة والعظة والفائدة العظيمة. العرب إخواني وأخواتي هم جيل من الناس لم يزالوا موسومين بين الأمم بالبيان في الكلام والفصاحة في المنطق، ولذا سموا بهذا الاسم، فإنه مشتق من الإبانة، لقول الرجل: أعرب الرجل عما في ضميره إذا أبان عنه. فإذن إذا قيل بأن فلانا عربي، المراد من كونه يعرب عما في نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثيب تعرب عن نفسها. ولا شك أن الأمم سمتهم بذلك، فقصة كسرى لما طلب من خليفته على العرب النعمان بن منذر أن يوفد عليه من كبرائهم وخطبائهم من رضي لذلك، فاختار منهم وفدا أوفده عليهم، وكان من خبره واستغراب ما جاءوا به من البيان ما هو معروف، وهم أمة قديمة قد كانوا بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام في عاد الأولى وثمود والعمالقة وطسم وجديس وجرهم وحضرموت ومن ينتمي إليهم من العرب العاربة من أبناء سام بن نوح. ثم لما انقرضت تلك العصور وذهبت تلك الأمم، قدر الله عز وجل أن يخلق من ذراريهم من يستمر ذكر العرب معه، وهم الذين سموا بعد ذلك بالعرب المستعربة، من أبناء عابر ابن شالخ ابن أرفشخث ابن سام. ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت، وكان بنو شالخ بن عابر أعالم من بين ولده، واختص الله عز وجل بالنبوة منهم إبراهيم عليه السلام، ثم لما خرج مع هاجر إلى الحجاز وتزوج ابنه إسماعيل عليه السلام من جرهم صاهرهم، فجاء العرب بعد ذلك من ذرية إسماعيل عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقد حصر ابن خلدون في كتابه العبر أجيال العرب من مبدأ الخليقة إلى عهده في أربع طبقات متعاقبة. قال: في الطبقة الأولى هم العرب العاربة، وذكر أنسابهم ومواطنهم وما كان لهم من الملك والدولة، وسمى أهل هذا الجيل العرب العاربة، إما بمعنى الراسخة في العروبية كما يقال: ليل أليل وصوم صائم
يعني مبالغ في الليل، في عمق الليل، في عمق الصوم، في عمق العروبية، أو قد تكون بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها. فالعرب العاربة يعني الذين أوجدوا العرب، وقد تسمى البائدة أيضا بمعنى الهالكة، لأنه لم يبقى على وجه الأرض أحد من نسلهم. ثم ذكر الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة من بني حمير بن سبأ، وذكر أنسابهم وما كان لهم من الملك والدولة باليمن في التتابعة وأعقابهم. وإنما سمي أهل هذه الطبقة بهذا الاسم عرب المستعربة لأن السمات والشعائر العربية لما انتقلت إليهم ممن قبلهم اعتبرت فيهم الصيرورة، بمعنى أنهم صاروا إلى حال لم يكونوا عليها من قبل، وهي حال التكلم باللغة العربية وغير ذلك. وأما القسم الثالث أو الطبقة الثالثة التي أشار إليها ابن خلدون فهي العرب التابعة للعرب من قضاعة وقحطان وعدنان وشعبيها العظيمين ربيعة ومضر، وبدأ بقضاعة وأنسابهم وما كان لهم من الملك في آل النعمان بالحيرة والعراق ومن زحمهم فيها من ملوك كنده بن حجر آكل المرار، ثم ما كان لهم أيضا من الملك البدوي في الشام في بني جفنة بالبلقاء وهم الغساسنة والأوس والخزرج بالمدينة النبوية، ثم عدنان وأنسابهم وما كان لهم من الملك بمكة في قريش، ثم ما شرفهم الله تعالى به. ثم أشار بعد ذلك ابن خلدون إلى الطبقة الرابعة التي سماها بالعرب المستعجمة، ومن له ملك بدوي بالمغرب والمشرق وسموا بذلك لاستعجام لغتهم على اللسان المضري الذي نزل به القرآن وهو لسان سلفهم. وقد أطنب رحمه الله تعالى في ذكر هذه الطبقات، حيث كان موضوع كتابه ومدار بحثه في طبقات أولئك العرب. الآن السؤال، من هم الذين يطلق عليهم لفظ العرب؟ لفظ العرب في الأصل اسم لقوم جمعوا عدة أوصاف، من تلك الأوصاف أن لسانهم كان اللغة العربية، وأنهم كانوا من أولاد العرب، ومساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم وهو البحر الأحمر إلى بحر البصرة وهو الخليج العربي، ومن أقصى حجر اليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام. إذا قلنا الشام نقصد شمال المملكة العربية السعودية اليوم. وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله، فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وإلى سواحل الشام وإرمينية، وهذه كانت كلها مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم. ثم بعد ذلك انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا تعرف عامتهم، ومنهم من غلب عليه اللحن كبلاد المغرب على سبيل المثال، لم تكن مواطن للعرب لكن العرب بعد ذلك استقروا بها. لكن هناك في بعض البلاد التي رحل إليها العرب لم يغلب عليها ذكر العرب كبلاد فارس وخراسان وأذربيجان وبلاد الترك وغير ذلك من البلاد التي ما زالت على عجمتها، حتى وإن كان كثير من العرب قد هاجر إليهم، لكنهم لما هاجروا إليهم لم يغيروا الناس عما هم عليه، بل استمروا عن الناس أهل البلد استمروا في عجمتهم، وتغيرت طباع بعض العرب الذين رحلوا إليهم، فصار أحفادهم بعد ذلك وذراريهم أعاجم بألسنتهم وإن كانوا عربا في أنسابهم. هنا سؤال إخواني أخواتي، ما الفرق بين العرب والأعراب؟ بعض أهل اللغة ذهب إلى الترادف بين اللفظين وأنهما بمعنى واحد، فالأعراب هم العرب. وقد قال الجوهري في كتاب الصحاح: العرب جيل من الناس وهم أهل الأمصار، والنسبة إلى العرب عربي وإلى الأعراب أعرابي. لكن الذي عليه العرف العام إطلاق لفظ العرب على الجميع، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: إن لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية،
فبادية العرب الأعراب، وبادية الروم الأرمن، وبادية الفرس الأكراد، وبادية الترك التتر. وهذا قد يختلف أحيانا زيادة ونقصانا. إذن هناك فرق بين العرب والأعراب، وهناك أيضا خلاف طويل في التفريق بينهما لا حاجة إلى أن نكثر من الكلام عليه، لكن من يقرأ القرآن يجد أن القرآن فرق بين العرب والأعراب. قد قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والمؤرخون على القول بأن الأعراب قسم من العرب، فالعرب منهم من سكن الحاضرة ومنهم من سكن البادية، فمن سكن البادية سموا أعرابا. وهذا أشار إليه أيضا ابن خلدون رحمه الله تعالى في التفريق بينهما، وأن أولئك الذين يحملون أثقالهم على ظهورهم ويتنازلون حللا متفرقة ويبتغون الرزق في غالب أحوالهم من الصيد ونحوه، أولئك هم الأعراب الذين عنوا في القرآن. أما أولئك الذين يسكنون العمران وبعضهم يشتغل بالصناعة أو بالتجارة أو بالزراعة، فهؤلاء لا يسمون أعرابا. من الأشياء التي نود أن نشير إليها كمصطلح دارج في القرآن والسنة وكلام العرب، وله ذكر ما نحن بصدده فيما نحن بصدده من الأخبار التي سنسردها، مصطلح الجاهلية. ما معنى الجاهلية وما تطلق عليه؟ الجاهلية أيها الإخوة أيتها الأخوات هو الزمان الذي كثر فيه الجهال، وهي ما قبل الإسلام، وقيل هي أيام الفترة أو الزمن بين الرسولين، وقد تطلق على زمن الكفر مطلقا، أو قد تطلق على ما قبل مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا فيه إشارة إلى أن لفظ الجاهلية يطلق على ما مضى، والمراد ما قبل إسلامه. ومنهم من أشار غير ذلك، فقد يتخلق الإنسان بخلق ليس مما يرتضيه الإسلام، ويكون خلقا من أخلاق الجاهلية حتى وإن كان صاحبه مسلما. لا يعني أن يكون هذا المسلم جاهليا أو أن يكون هذا المجتمع جاهليا، لكن قد يكون عند المسلم بعض من أخلاق الجاهلية، وقد يكون في المجتمع صفة من صفات الجاهلية، لا تنفي عن المسلم إسلامه ولا عن المجتمع إسلامه، لكنها تخلق ببعض أخلاق الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر لما عير بلالا رضي الله عنهما بأمه فقال له: يا ابن السوداء. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لم يخرجه من الإسلام، لكنه قال له: تخلقت بأخلاق أهل الجاهلية. وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجزم بالجاهلية المطلقة، لكنها قد تكون في مصر دون مصر، كما قد تكون في دار غير دار الإسلام، وقد تكون في شخص غير شخص آخر. فالمسلم لا يمكن أن يوصف بأنه كله جاهلي، لكن يقال بأنه قد يكون متصفا ببعض أوصاف أهل الجاهلية. هناك كلام كان يثار في كتب الأدب أيضا، وقد
نجده أحيانا حتى في كتب الاعتقاد أو كتب التاريخ، طبعا لا شك أنه موجود في كتب التراجم. المؤمن خير من الكافر، والصالح خير من الفاسق، بغض النظر عن كونهما عربيين أو أعجميين، أو كان أحدهما عربيا والآخر أعجميا. فميزان التفاضل ومقياس التمايز هو الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لكن الكلام الآن على الجنس وليس على أحد الناس، وما ترتب على هذا بعد ذلك من خلاف كبير أدى إلى أن يفتخر قوم على آخرين افتخارا يؤدي إلى ازدرائهم واحتقارهم. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. إذن الافتخار بالحسب على حساب الطعن بنسب الآخرين هذا ليس من دين الله في شيء. لما خرج العرب وصاروا يفضلون أنفسهم على العجم وأنهم خير الناس جميعا حتى بعد الإسلام، أدى إلى خروج فكر في منتصف الدولة الأموية وما بعدها في تفضيل العجم على العرب، وهو الذي يسمى بالشعوبية. فكل من فضل العجم على العرب عد شعوبيا، وصنفت مصنفات في ذلك في احتقار العرب وازدرائهم والحط من قدرهم. وكان من جملة ذلك على سبيل المثال كلاما للجاحظ في البيان والتبين، ويقال البيان والتبين ولا يقال البيان والتبيين، على ما حققه عبد السلام هارون رحمه الله. وأوردت كلاما لأسامة بن منقذ في تفضيله للعصا وحملها، وكلاهما قد صنف مصنفا في العصا. والمراد أن حمل العصا لا يعني ضعفا في الإنسان كما أشار إليه من استهزأ بالعرب وسخر منهم. يذكر أن بني قيس بن ثعلبة، وهو أول من قرع العصا منهم، سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، قرعها لأخيه عمرو بن مالك. وقرع العصا هو رمز يدل على غزارة العلم ودقيق النظر. ولهذا قصة، مع أن بعض من كتب في الشعوبية كان يرى أنها مذمة، لكن العرب كانوا يفتخرون بذلك. فسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس كان قد قرعها لأخيه عمرو بن مالك، وذلك حينما لقي سعد بن مالك بن ضبيعة ومعه خيل له بعضها يقاد وبعضها أعراء مهملة. فلما انتهى إلى النعمان سأله النعمان عنها فقال سعد: إني لم أقد هذه لأمنعها، ولم أعر هذه لأضيعها. فسأله النعمان عن أرضه: هل أصابها غيث يحمد أثره ويروى شجره؟ فقال سعد: أما المطر فغزير، وأما الورق فشكير، وأما النافذة فساهرة، وأما الحازرة فشبع نائمة، وأما البرشاء فقد امتلأت مساربها وابتلت جنباتها. ويروى أنه أطال عليه الكلام في ذلك في وصف ما للعرب فيه من الخير. ثم جرى له بعد ذلك أن قدم أخوه عمرو فقرع له العصا في مجلس النعمان، وقال له النعمان: أولى لك بذلك نجوت. فنجا، وكان النعمان قد أضمر له شرا، لأن أخاه عمرو كان قد حضر والنعمان كان قد أراد به شرا. ماذا أراد النعمان؟ أراد النعمان بعمر شرا، فكان أخوه حاضرا، فأراد أن يرسله في أمر بحيث لا ينتبه لذلك النعمان. فقال النعمان: أصبت فقعد. فمكث عنده ما مكث، ثم بدأ للنعمان أن يبعث رائدا يرتاد له الكلى. فبعث عمرو بن مالك أخا سعد فأبطأ عليه فأغضبه، فأقسم لئن جاء حامدا للكلى أو ذاما ليقتلنه. فلما قدم عمرو ودخل على النعمان وعنده الناس
وسعد أخوه قاعد لديه مع الناس، وكان قد عرف ما أقسم به النعمان من يمينه، فقال سعد: أتأذن لي فأكلمه؟ الآن يريد أن يفك أخاه. قال: إن كلمته قطعت لسانك، إن كلمته قطعت لسانك. فأشار إليه بالعصا ففهمها أخوه، صار يشير بالعصا ويومئ بها إيماء، يعني يكلمه بلغة الإشارة بالعصا. ماذا صنع؟ أشار إليه إشارة فهم أنه سيقطع لسانه، ثم أشار إليه إشارة ليفر، وما زال يشير لأخيه بالإشارة ويشير إلى السماء مرة وإلى الأرض مرة، حتى فهم أخوه ذلك منه فخرج. فقال النعمان: أولى لك، نجوت. وهو أول من قرعت له العصا. فقال سعد بن مالك لقرعة العصا: قرعت العصا حتى تبين صاحبي، ولم تك لولا ذاك للقوم تقرع. فقال: رأيت الأرض ليست بممحل ولا سارح منها على الرعي يشبع، سواء فلا جدب فيعرف جدبها، ولا صابها غيث غزير فتمرع، يعني تأكل. فنجى بها حوباء نفس كريمة، وقد كان لولا ذاك فيهم يقطع. وهذا لا شك أنه من محامد العرب. وللحديث بقية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج جواهر الأدب للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.